يصمت المجتمع الدولي وتصمت المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية في الوقت الذي تنتهك فيه حرمة شعب بأكمله. 5 ملايين معتقل في معتقلات للصين الشعبية، ينتزع الأبناء من أمهاتهم ويبعدوا عنهم ويوضعوا في معتقلات للأطفال، وتوضع الأم في معتقل آخر. كيف تصمت منظمات حقوق الإنسان عن كل هذه الانتهاكات؟ كيف تصمت منظمات حقوق المرأة عما يحصل لإخوتنا في الصين؟ تتسلط عليه اليوم السلطات الصينية بحجج واهية، مرة مكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب لا تعني تغيير دين أمة كاملة، مكافحة الإرهاب لا تعني تغيير دين شعب كامل، مكافحة الإرهاب لا تعني أن تحول شعبا بأسره إلى 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 معتقل كبير بحق الشعب الإيغوري. هذه الوقفة اليوم هي ترفض هذه الإجراءات الصينية بحق الشعب الإيغوري المسلم، وترفض هذه الممارسات الإرهابية تجاه هذا الشعب. تموا يا إخواني، يا إخواني في الإيغور.